يمر السنين، ومن ثلاث سنين كده سنتين كان عندي الرسالة بتاعت أو البحث بتاع الزمالة، وكان عبارة عن درس لو درس اتكسر ودخل جوه جيب الأنفين، دي رسالة جراحة ماكسيلو فيشل. فبقى قلت ايه بعد ما الدكتور وافق على البحث وخلصته بصور وبعملياته وكده، ان ابونا فلتقوس يرسم لي عليه الصليب قبل ما اقدمه. قاعد يتفرج على الصور معجب قوي قوي قوي، يقول لي ايه ده وايه ده ومش عارف ايه وبتاع. هو كان قاعد في تحت عنده قدام قدام القلايه كده حاجه زرع فيها جوافه وليمون وبتاع، بيقعد تحتيها ويتملي وسخ الجلابيه كده ونايم كده بدماغه وبتاع وكده، قاعد مبسوط. قلت له اتفرج يا ابونا على الـ على الـ على الرساله وارشم لي عليها الصليب واخد بركتك وكده. وبعدين رشم عليها الصليب، وبعدين قعد يفر كده، قال لي لا ده فيها اخطاء. قلت له الراجل وافق عليها يا ابونا؟ قال لا 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 فيها اخطاء. انا بيني وبين نفسي قلت الراجل وافق عليها، لسه هرجع واصلح واعمل. فقلت ايه برضو امسك العصايه من النص. الراجل اللي عنده عمليات في المستشفى، الاستاذ اللي هو ماسك المشرف على الرساله، بص يبص عليها مره كده ولا حاجه. هو طالع بعد ما مضى قعد يبص على اللي هو وافق عليه، يا نهار ابيض انا وافقت على كده، ويشطب على ورق انا وافقت على كده، يا نهار ابيض وهتقدمها في مصر. رحت صلحت الحاجات، وفعلا الخمس اخطاء اللي قال عليهم ابونا طلعوا الخمس اخطاء، صلحتهم وديت الرساله زي الفل ونجحت ببركه صلوات ابونا، والامور عدت ونشكر ربنا.